أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. إذا شئت أن تبغي لنفسك مذهبا ينجيك يوم البعث من لهب النار، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. هذه الأبيات الرائعة تشير إلى أمر هام، وهو أن الإنسان المسلم إذا ما أراد أن يتخذ لنفسه مذهبا، مذهبا معينا، فيتخذ أي المذاهب؟ السؤال الذي يطرح نفسه قبل هذا: من هو صاحب هذه الشريعة؟ هو نبينا الأكرم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي حديثه هو حديث هذا النبي؟ هل هم البعداء أم الأقرباء؟ لما أتبع أنا مثلا أحمد بن حنبل وهو غاية ما يقال فيه، على فرض أنه كان فقيها إسلاميا عادلا وسليم العقيدة، على فرض أنه هكذا، لما أتبعه وأترك الأئمة الأطهار من عترة ذلك النبي وأبنائه الذين حديثهم حديث جدهم عن جبرائيل عن الباري جل وعلا؟ أهل البيت أدرى بما فيه، يفترض بي أن أتجه نحو الأقرب فالأقرب، لا أذهب إلى البعيد فالأبعد. ما لي أنا وللشافعي؟ ما لي ولأبي حنيفة؟ ما لي ولمالك بن أنس؟ وهؤلاء من أئمة المذاهب المختلفة، هؤلاء إن صححنا عقيدتهم، إن صححنا أنهم كانوا على الإيمان، فغاية ما يقال فيهم أنهم مجرد فقهاء، أحكامهم أحكام ظنية، يستنبطون الأحكام على حسب ما تتوصل إليه ظنونهم. أما الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فليست فتاواهم فتاوى ظنية، أحكامهم ليست أحكاما ظنية، إنما أحكامهم هي نسخة طبق الأصل عن أحكام رسول الله
حديثهم هو حديث رسول الله، وحديث رسول الله حديث جبرائيل، وحديث جبرائيل هو حديث الله تبارك وتعالى. فإذن ما يصح للمسلم أن يتخذ لنفسه مذهب الولاء لأهل البيت صلوات الله عليهم، ويترك وينبذ الآخرين. هنا قد يقول قائل أنه أنتم اليوم أيضا تتبعون الفقهاء، فقهاء موجودين مراجع أنتم تتبعونهم، فلما لا تتركونهم أيضا؟ نقول هذا قياس مع الفارق، نحن إنما نتبع هؤلاء لأنهم امتداد لأهل البيت، كلام هؤلاء هو امتداد لكلام الأئمة من أهل البيت، ليسوا فقهاء في قبال أئمة أهل البيت، ما نصبوا أنفسهم في قبال أئمة أهل البيت. ولو افترضنا أن أحدهم نصب نفسه فقيها في مقابل أئمة أهل البيت وقال قال الإمام الصادق وأقول أنا، لنبذناه ولتركناه ولا كرامة له عندنا. المشكلة مع أبي حنيفة أنه هو ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل كانوا يقولون قال هذا الإمام من أئمة أهل البيت ونقول نحن، هو قال وأنا أقول، رأيي مخالف لرأيه. نحن عندنا من يخالف كلام الإمام المعصوم كافر راد على الله ورسوله صلى الله عليه وآله. هؤلاء بالصراحة يقولون نحن نرد عليهم لأنهم مثلنا مجرد فقهاء لهم آراؤهم ونحن لنا آراؤنا. بل بلغت الوقاحة بأبي حنيفة بالذات أنه كان يقول قال رسول الله وأقول أنا، هذا موجود في التواريخ، اقرأوا في سيرته. حقيقة إنسان نذل، يعني يصح عنده الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في هذه القضية في هذه الواقعة هذا الحكم، أفتى بهذه الفتوى. يقول لا، هذا اجتهاد رسول الله، هذا مو وحي من الله. رسول الله كان مجتهد وأحيانا يخطئ في اجتهاده، أنا أيضا مجتهد واجتهادي في هذه الواقعة أصح من اجتهاد رسول الله، تعالوا اتبعوني واتركوا كلام رسول الله. قال رسول الله وأقول أنا، أنا أقول. المشكلة مع هؤلاء الفقهاء رغم أنهم تتلمذوا في حين من الأنحاء في حين من الأحيان على أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، أخذوا منهم شيئا من العلوم، لكنهم تمردوا على أئمة أهل البيت، نصبوا أنفسهم فقهاء في قبال أئمة أهل البيت. هنا مكمن الإشكال. فأنت أيها المسلم الآن ترى فقه أهل البيت صلوات الله عليه، هذا طريق خط واضح محدد معلوم، وفي المقابل ترى خطوطا فقهية أخرى، مذاهب أخرى، مذهب والله الشافعي، مذهب ابن حنبل، مذهب الأوزاعي، مذهب سفيان الثوري، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك بن أنس، من هم هؤلاء حتى تقدمهم على الأئمة من أهل البيت؟ هؤلاء أصلا بينهم وبين أئمة أهل البيت قياس. كان يأتي بعض الرجال من العامة إلى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم يستفتونهم، لأنه العامة يتعاملون، كانوا في ذلك الزمان يتعاملون مع الأئمة من أهل البيت على أنهم فقهاء، مو على أساس كاعتقاد الشيعة أنهم حجج الله على البرايا، هذا ما كان عندهم هذا الاعتقاد. فنظرتهم مثلا للإمام الباقر، للإمام الصادق، للإمام الكاظم أنه هذا فقيه من الفقهاء، فمثلا يصادفه في الحج فيجي يسأل يا ابن رسول الله ماذا تقول في هذه المسألة، شنو الحكم؟ هذا موجود، راجعوا في كتب الحديث. كثير منهم
من المخالفين كانوا يسألون أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، فالأئمة كانوا يفتونهم أيضا. فكان أحدهم يسأل الإمام بعدما أفتاه أنه يا ابن رسول الله، هذا الحكم ماذا؟ هل هو منقول عن رسول الله أم أنه رأي رأيته؟ رأي من آراء، يعني قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، ظن. فالإمام صلوات الله عليه كان يجيبه بما مضمونه أنه ما يصدر منا شيء لا نقول شيئا إلا هو منقول عن رسول الله بهذه الكيفية: حديثي، حديث أبي، حديث جدي، عن أبيه، عن أبيه، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله تبارك وتعالى، ما ننطق به هو الوحي. الوحي كان ينزل على أئمة أهل البيت، شاء المخالفون أم أبوا، شاء البتريون المنحرفون الذين يدعون أنهم شيعة أم أبوا، الوحي كان مستمراً في النزول على أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. في روايات مستفيضة، حتى أحياناً أئمتنا صلوات الله عليهم في بعض المواقف، بعض القضايا، كانوا يضطرون لتأكيد هذا المعنى أن يلبثوا، لا يجيبون فوراً، هم يعرفون الجواب. مثلاً يكون الإمام الصادق صلوات الله عليه جالساً وفي محضره الشريف مجموعة من أصحابه، فيسأله أحدهم عن مسألة ما، فالإمام لا يجيبه فورا، يتأنى، مثلا أفرضوا كم ثانية يتأنى، كم دقيقة يتأنى ثم يجيبه، فيسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أنه لما تأنيت، لما صبرت، ما أجبته فورا مع أنكم أنتم تعرفون الجواب فورا، أنتم حجج الله. يقول: حتى ينقر في أذني من الملك، تسألني فالملك ينزل ينقر في أذني، يقول لي قول هذا الجواب. هذا شنو؟ هذا الملك ينقر في أذني يعني شنو؟ يعني وحي، وحي من الله. نعم، الوحي الخاص الذي كان على رسول الله ينزل، وهو الوحي التعبدي، هذا القرآن الحكيم، هذا انقطع باستشهاده صلى الله عليه وآله، يعني ماكو بعد كتاب لهذه الأمة وحي تعبدي بمعنى يتعبد به، هذا بعد غير موجود. أهل البيت ما جاءوا بمصحف آخر، بكتاب آخر لهذه الأمة، هذا فقط انقطع. أما مجمل الوحي فهو مستمر، حديث أهل البيت، كل أحاديث أهل البيت، دققوا، كل أحاديث أهل البيت أحاديث قدسية، كل أحاديث أهل البيت، كل كلمة تصدر من أهل البيت معنى ذلك أنها صدرت من الله تبارك وتعالى، ما يفتون من عند أنفسهم أبدا، ماكو هذا المنطق عندنا عند أهل البيت صلوات الله عليهم. وحيث تعرف هذا أيها المسلم، فبالله عليك عقلك إلى ما يرشدك؟ ألا يتوجب أن تتبع هؤلاء الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم على الأقل من باب الاحتياط، لأن كلامهم حتما يطابق الواقع، فإذا تتمذهب بفقههم صلوات الله عليهم، بأحكامهم، بعقيدتهم، لا أنك تذهب إلى فلان وفلان. إذا شئت أن تبغي لنفسك مذهبا ينجيك يوم البعث من لهب النار، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري. بعد عرفتم ما معنى هذا، لأن هؤلاء يتبعون من؟ يتبعون اليهود، الأحاديث الإسرائيلية التي جاءت عن طريق كعب الأحبار إمامهم الأعظم، هذول فقهاؤهم إنما يتبعون الأحاديث الإسرائيلية، حديث جاء بها كعب الأحبار وما أشبه. الدين البكري وليد للدين اليهودي، بعبارة مختصرة وواضحة وصريحة، أصلهم يهودي،
فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب أحباري ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري جل جلاله. طيب، من مكامن قوة التشيع العظيم أنه يثبت نفسه من كتب خصومه. أن تلاحظوا المخالفين حينما يناقشوننا يحتجون علينا بماذا؟ بما روي في كتبهم. يجي يتناقش وياي يقول لي البخاري روى كذا. البخاري منو عندي؟ لا قيمة له عندي، تعال احتج علي بما رويته أنا عن أئمتي صلوات الله عليه. أما نحن فلما نحاججهم ونحتج عليهم، هل نحاججهم بما روي من طرقنا؟ أبدا، دائما كلامنا في البخاري روى كذا، مسلم روى كذا، أحمد بن حنبل روى كذا، ابن ماجة روى كذا، وهكذا. هذا أسلوبنا لأننا أقوياء، نعرف أننا على الحق، ومن أسرار قوتنا أننا نحتج عليهم بما هم يروونه. ولذلك هم واقعون في حيرة، كيف يفرون من التشيع؟ فيقومون بتأسيس بعض القنوات الهابطة الفضائية وما أشبه، قنوات تهريجية، حتى يهرجون مسرحيات تمثيليات سمجة، حتى يؤثرون على، يتصورون أنهم بهذا يؤثرون على الشيعة أو يوقفون المد الشيعي المتنامي الآن في كل هذه الأمة، شرقها وغربها، طولها وعرضها. هذا نموذج من النماذج الذي نعرضه حتى يرى كيف أننا نحتج عليهم بما يروونه مما لا يمكنهم أن يفروا منه. هنالك حديث مروي في كل مصادرهم، في كل كتب الحديث عندهم، حتى في التفاسير مروي هذا الحديث عندهم، وهذا الحديث جميعا يحكمون بصحته، على اختلاف ألفاظه يحكمون بأنه حديث صحيح معتبر صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو هذا الحديث؟ أنا أنقل لكم هذا الحديث من مصادرهم كالعادة بالجزء والصفحة وعلى اختلاف ألفاظه. روى البخاري في الجزء التاسع الصفحة 101 في كتاب الأحكام عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها، يقول جابر بن سمرة بعد هذه قال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش، هؤلاء 12 أميرا كلهم من قريش. زين، لاحظ الآن هذه الروايات وضعها في ذهنك وحاول أن تقارن فيما بينها، لأنه فيما بعد سنصل إلى النتيجة. روى مسلم في صحيحه في الجزء السادس الصفحة 3 عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر، يعني هذا الدين، لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. في الرواية الأولى من البخاري 12 شنو؟ أميرا. الرواية الثانية خليفة. ثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. زين. روى مسلم في نفس الموضع عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يقول: لا يزال الإسلام عزيزاً إلى 12 خليفة. يعني هؤلاء 12 خليفة يعزون الدين
بسببهم يكون الإسلام عزيزا. لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. روى الترمذي في الجزء الثالث من سننه الصفحة 340 عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون من بعدي 12 أميرا. ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني. هذا الاختلاف بين هذه الرواية والباقي من الروايات، أنه يقول سألت أبي هالمرة، سألت الذي يليني، فقال قال كلهم من قريش. روى أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الأول الصفحة 398 عن الشعبي عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن. مسروق يقول كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود الذي هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يعلمنا القرآن، يقرئنا القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لأنه كنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله كم تملك هذه الأمة من خليفة؟ من خليفة، يعني كم خليفة يتعاقبون على هذه الأمة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ما حد سألني عن هذه المسألة منذ أن وصلت إلى العراق، كان هو في الكوفة قبلك، أنت أول واحد تسألني عن هذه المسألة الخطيرة. قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 12، يعني 12 خليفة كعدة نقباء بني إسرائيل، لأنه نقباء بنو إسرائيل كما تجدون في القرآن الحكيم إيش قد عددهم؟ 12. روى الطبراني في المعجم الكبير في الجزء الثاني الصفحة 196 عن جابر بن سمرة قال: كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يكون لهذه الأمة 12 قيما. قيما يعني شخص قائم على شؤون هذه الأمة، لاحظتم؟ يعني رئيسا، أميرا. يكون لهذه الأمة 12 قيما لا يضرهم من خذلهم، حتى وإن خذلوا فإنهم يبقون ماذا؟ قيمين، يبقون خلفاء، يبقون أمراء. علماء المخالفين إزاء هذه الأحاديث احتاروا حيرة شديدة، وفي الواقع حيرتهم كانت حيرة مصطنعة مو حيرة حقيقية. جميعا يعلمون من هم هؤلاء 12، ولكن حتى لا يثبتوهم ويكون في إثباتهم إثبات للتشيع العظيم، حاولوا بأي طريقة من الطرق أن يتمحلوا، فيوجدوا تفسيرات أخرى بعيدة كل البعد عن معنى هذا الحديث. ومع هذه التفسيرات تضاربوا فيما بينهم، كل يقول تفسير معين، كل يقول شرح معين لهذا الحديث. لما سئلوا من هم هؤلاء المقصودون بهذه الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون قسم منهم يقولون هؤلاء هم المقصودون، يعدد لك 12 شخص. قسم آخر يقولون لا، غير هؤلاء، أشخاص آخرون. قسم ثالث يقول لك لا، أنا ما أعرف منهم غير 8 أشخاص. قسم رابع يقول أنا ما أعرف منهم غير 4. قسم سادس يقول أنا ما أعرف غير 5. قسم منهم يريح نفسه من البداية، يقول أنا سألت عن هذا الحديث مشايخي وعلمائي وبحثت وفتشت فلم أصل لمعنى لهذا الحديث، ما وصلت لمعنى، ولكن شفت هؤلاء كلهم الذين يتناقضون ويختلفون فيما بينهم، كلهم أجمعوا على كلمة واحدة في شأن هذا الحديث، وهو ماذا؟ ما هي هذه الكلمة؟ أنه ديروا بالكم هذا الحديث ليس المقصود به أولئك 12 الذين تدعي إمامتهم الرافضة،
هذا أهم نقطة بالموضوع. راجع كتبهم لما يشرحون هذه الأحاديث، كلهم يختلفون فيما بينهم في شرح الحديث، ولكن كلهم يجمعون على هذه النقطة، يحذرون أنه هؤلاء الاثنى عشر ليسوا هؤلاء الاثنى عشر من أئمة أهل البيت الذين تدعي الرافضة إمامتهم، وإياكم أن تنخدعوا بهذا الأمر، ديروا بالكم. يكاد المريب أن يقول خذوني، المرء مخبو تحت لسانه، يعلمون بالحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعلمون ولكن يجحد، لأنه مو من صالح يثبت إمامة أهل البيت. يعلم أن هذه الأحاديث لا تنطبق على أحد إلا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن يجحد. شو تسوي له؟ أنقل لكم بعضا من شروحاتهم المتضاربة بخصوص هذا الحديث، شوفوا ماذا يقولون، كيف ينقضون بعضهم بعضا. السيوطي ماذا يقول في شرح هذا الحديث؟ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: وقد وجد من الاثني عشر الخلفاء الأربعة. يقول أنا الآن راح أحدد لكم من ذول من هم هؤلاء الاثنى عشر خليفة. يقول وجدنا منهم منه الخلفاء الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، والحسن، والحسن بن علي، لأنه الإمام الحسن عليه السلام عندهم خليفة بعد أمير المؤمنين لمدة ستة أشهر إلى أن وقعت الهدنة مع معاوية. والحسن، زين، وبعد هؤلاء من؟ ومعاوية وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء ثمانية، عندنا ثمانية. واحد منهم منه؟ معاوية. تخيل، من الذين بشر بهم رسول الله اثنا عشر خليفة اثنا عشر أميرا، من يطلع؟ معاوية إمام الفاسقين. خوش. يقول هؤلاء ثمانية، زين وين البقية؟ اثنا عشر. يقول ويحتمل أن يضم إليهم المهدي العباسي، لأنه في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين، والطاهر العباسي أيضا لما أوتيه من العدل. زين بقى اثنان، تجيب الثمانية بعدين قلت احتمال أكو اثنين أيضا مضافان إليهم، زين بقى هم اثنان. يقول ويبقى الاثنان المنتظران، ما أعرف منه، أحدهما المهدي لأنه من أهل البيت. فجاب لك شنو؟ 11 اسم، وبقى واحد أصلا ما يعرفه، واثنين من هذه الأسماء شنو؟ يقول محتمل يكونون ضمن هؤلاء، والبقية الثمانية الأوائل منو يطلعون؟ واحد منهم معاوية، واحد منهم عمر، واحد منهم هؤلاء الأراذل. زين هسه هذا كلام السيوطي. عياض ماذا يقول؟ القاضي عياض من أشهر علمائهم. قال القاضي عياض على ما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، يقول لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونوا في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة، وهم من هم هؤلاء الذين يعز بهم الإسلام وتجتمع الأمة عليهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد، حتى يزيد، يزيد من الذين بشر بهم رسول الله، ليش تلعنوه؟ هذا عندهم من المبشر بهم من الاثنى عشر خليفة رضي الله عنه وأرضاه. شوف المنطق، شوف المنطق البكري، المنطق المتهابط. وإلا بالله عليك، أكو إنسان يحترم إنسانيته، ما أقول يحترم دينه، يحترم إنسانيته، يقول يزيد خليفة شرعي، يزيد بشر به رسول الله؟ يعني أكو إنسان يحترم إنسانيته يقول هذا الكلام؟ بس ماذا تفعل مع هؤلاء القوم؟ زين، ومعاوية ويزيد وعبد الملك، عبد الملك بن مروان،
وأولاده الأربعة الوليد، الله 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 الله، الوليد الفاسق الذي كان يرمي القرآن بالنبل ويقول له: أتتوعد كل جبار عنيدي؟ فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما لقيت ربك يوم حشر فقل يا ربي قد مزقني الوليد. هذا يصير خليفة شرعي؟ شوفوا المنطق، شوفوا الجهل. الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام وعمر بن عبد العزيز من سليمان ويزيد، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين. إنزين، هؤلاء إذا عددناهم مع الخلفاء الراشدين عندكم صاروا 11. الثاني عشر من؟ يقول: والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك. هنيئا لكم بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر أميرا وخليفة، أمويين وفسقة وفجرة وشرابة خمر وزنات، أو لا تفخرون بهم، تتدينون بخلافتهم بالإيمان بأنهم هم الذين بشر بهم رسول الله. نفس عياض هذا خالف نفسه في موضع آخر، كان عنده أكثر من قول في شرح هذا الحديث. شوف مدى حيرتهم، ما عارفين، كأنه ما عارفين من هم الاثنى عشر هؤلاء، فيجيب لك أقوال شرق وغرب بس أنه يبعد معنى الحديث عن أهل البيت، هذا أهم شيء في الموضوع. نفس هذا عياض النووي في شرح صحيح مسلم ينقل عنه رأياً آخر، يقول: ويحتمل أن يكون المراد مستحقي الخلافة العادلين، يعني العدول من الخلفاء، وقد مضى منهم من علم، ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة، والله أعلم بمراد نبيه. بعد إحنا شلنا بهاللغوة هاي، خلص الله أعلم، ما نعرف الحديث شنو معناه، خلي نفك نفسنا. زين، ابن كثير ماذا يقول؟ ابن كثير في البداية والنهاية يقول: وليسوا بالاثني عشر، ها شوف، وليسوا بالاثني عشر الذين يدعون إمامتهم الرافضة، فإن هؤلاء الذين يزعمون لم يلي أمور الناس منهم إلا علي بن أبي طالب وابنه الحسن، وآخرهم في زعمهم المهدي المنتظر، في زعمهم بسرداب سامراء، وليس له وجود ولا عين ولا أثر. شوف الجاهل، شوف، ما أقول الجاهل، أقول الكاذب، يقول أنه هؤلاء الاثنى عشر ليسوا هم أئمة الرافضة. لماذا؟ لأنه لم يلي أمور الناس، يعني لم يتولى الخلافة منهم إلا اثنان، علي بن أبي طالب وابنه الحسن. وهذه الروايات تقول ماذا؟ اثنى عشر أميرا، لازم يكون حاكم أمير، اثنى عشر خليفة. طيب يا جاهل، ما سمعت رسول الله يقول: لا يضرهم من خذلهم؟ شنو تفهم من هذه العبارة؟ أنه هؤلاء سيخذلون، يعني هم أمراؤنا الشرعيون، هم خلفاؤنا الشرعيون، لكن الأمة تخذلهم، منصبه لا يسقط عنه، هو شرعا هو الخليفة، وإن كان وإن كانت الخلافة والحكم قد ذهبت لغيره بالباطل والناس خذلتهم، هذا ما له ربط بذاك، بس جاهل. ثم أقول كاذب، لماذا؟ لأنه يعلم أننا لا نقول أن الإمام الحجة المهدي صلوات الله عليه وأرواحنا فداه هو ماكث في سرداب سامراء. نحن نقول بهذا؟ هاي سرداب سامراء موجود، خلي أي واحد يروح ويزور. نحن نقول الإمام في حياة زمان أبيه، في زمان حياة أبيه، كان قد احتجب في ذلك السرداب، سرداب بيتهم، هذا كان بيت الإمام العسكري، والإمام العسكري ولد الإمام المهدي، فلما ولد له جعله في هذا السرداب حتى يحميه من أعين الظالمين، لا أكثر ولا أقل، هذا الذي نقوله. بعد ذلك الإمام خرج وراح، إلى اليوم هذول المخالفين، شوف الجهل والغباء عندهم، وعلماءهم هم يبثون فيهم هذه الدعايات،
يقولون ان المهدي موجود في السرداب وسيخرج من السرداب. لا يا عمي، ما يخرج من السرداب، يخرج من مكة، يبايع له بين الركن والمقام. أيها العامي المستضعف، لا تخلي علماءك مشايخ السوء والضلال يضحكون عليك يستهزئون بك. شوية اسأل الشيعة، اعرف ما هو حقيقة اعتقادهم في هذا الموضوع. هذا اللعين ابن كثير هم يثبت الافتراء والدعاية الباطلة، يقول لا، ليس له عين ولا أثر. وين ما له عين وأثر؟ بعض علماءكم شاهدوا وشهدوا في كتبهم أنه ولد وأنه حي يرزق، وإن شاء الله تأتي شهادتهم فيما بعد، شهاداتهم في هذا الأمر. يقول: بل هؤلاء من الأئمة الاثني عشر. الآن يحاول أن يشرح الحديث هذا ابن كثير. بل هؤلاء من الأئمة الاثني عشر المخبر عنهم في الحديث. من هم؟ يلا ورينا مراجلك. الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز، بلا خلاف بين الأئمة على كلا القولين لأهل السنة في تفسير الاثني عشر كما سنذكره بعد إيراد هذا الحديث. بعد ذلك يقوم بنقل رأي البيهقي كالمستجير من الرمضاء بالنار، ما عنده حل آخر، يجيب آراء بأي شكل من الأشكال. قال: وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك. يعني البيهقي شي يقول؟ يقول هؤلاء الاثنى عشر بالتوالي بالتتابع، امسك من أبو بكر لعنه الله إلى عد لك اثنى عشر خليفة، يصير شقد؟ يصل إلى من؟ يصل إلى الوليد بن يزيد ابن عبد الملك. ولكن نفس هذا ابن كثير ما يقبل كلام البيهقي، يقول لا، هذا كلام غير معقول. لماذا؟ يقول: فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه جماعة من أن المراد بالخلفاء الاثني عشر المذكورين في هذا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الذي قدمنا الحديث فيه بالذم والوعيد. يقول: فإنه مسلك فيه نظر. شلون يصير أنه الوليد يصير واحد من الذين بشر بهم رسول الله وحكم بصحة خلافتهم، يطلع الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق؟ يقول هذا مسلك فيه نظر، هذا ما نقدر نقبله. وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن اليزيد هذا أكثر من 12 على كل تقدير. يعني حتى أنت يا البيهقي جاهل، ما تعرف تعد عدل وتحسب عدل، لأنه إذا قلت عددهم إلى زمان الوليد بن يزيد بن عبد الملك 12 بالتتابع والتوالي، يجي لك هذا ابن كثير يقول لا، أنت عدك غلط، وهؤلاء عددهم إلى زمان الوليد بن يزيد بن عبد الملك أكثر من 12 على كل تقدير. فإذا هذا التفسير يكون تفسيرا خاطئا. نتيجة بعض علماءهم ريحوا أنفسهم، قالوا يبا ما نعرف معنى لهذا الحديث خلص. ابن العربي في شرح الترمذي قال في نتيجة البحث، بعد ما جاب لك آراء ومنا 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 آراء مختلفة، نتيجة قال: ولم أعلم للحديث معنى، فضوها خلص. ابن الجوزي في كشف المشكل، مؤلف كتاب اسمه كشف المشكل، يعني المشكل من الأحاديث اللي تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى شرح، أنا أشرح لكم أبين لكم معانيها. هذا الحديث ما قدر يشرح معنى، يقول ما أعرف. يقول: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به. خلص ما عرفت من هم هؤلاء الاثنى عشر، ليش كل هذا اللف والدوران؟ إذا كنت منصفاً شوية طالع هذه الأحاديث تعرف من هم المقصودون. لاحظوا، أولاً كما قلنا هؤلاء الاثنى عشر ليس شرطاً أن يمتلكوا الحكومة بالفعل،
ليس شرطا أن يكونوا سلاطين، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول كما رويتم لا يضرهم من خذلهم، يعني حتى وإن خذلتهم الأمة ولم يناصروهم ولم يجعلوهم في موقعهم الشرعي، موقع الحكم والخلافة، فإنهم شرعا خلفاء شرعيون. عينا مثل رئيس موريتانيا الحالي، شرعا قانونا من هو؟ أكو واحد رئيس موريتانيا حاكم منتخب شرعي هذا حسب الأعراف والقوانين الدولية، لكن هل هو في السلطة؟ لا، العسكر قاموا بانقلاب عليه، عزلوه، الآن هو في بيته قاعد، وهؤلاء هم الذين يستفردون بالحكم. رسميا من هو الحاكم المعترف به من قبل دول العالم؟ من هو؟ هو هذا المنتخب، وإن كانت السلطة ليست في يده. لا يضرهم من خذلهم، نفس الشيء بالنسبة إلى أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا ما يصير تقول أنه لا ينطبق الحديث على أئمة أهل البيت لأنه لم يملك منهم، أي لم يحكم منهم إلا اثنان. معنى الحديث شيء آخر، معنى الحديث يعني النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يشير إلى الخلفاء الحقيقيين الشرعيين، مو إلى الخلفاء الظاهريين، هؤلاء مدعون للخلافة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هؤلاء يجب أن تكون وظيفتهم وظيفة قيادية دينية، مو مجرد حكم. أنت إذا تقول لي يزيد خليفة من الخلفاء الاثنى عشر، أسألك يزيد كانت عنده وظيفة قيادية دينية؟ كان فقيه يزيد مثلا؟ كان يعرف أصلا مسائل الحلال والحرام؟ لا، هذا هو بعد اتفاق أكو عليه. عمركم ما كان يعرف المسائل الحلال والحرام، يجلس على المنبر، منبر رسول الله، ويفتي الناس، تأتي امرأة تصحح له المسائل الشرعية، موجود هذا في كتبهم، وثم يقول كل الناس أفقه منك يا عمر. شنو أسأل؟ كل الناس أفقه منك يا عمر، حتى ربات الحجاب، حتى النساء فضحوني وأنا على المنبر ما أعرف أفتي للناس. لولا علي لهلك عمر، من وين طلعت؟ ما هو سببها؟ أنه جاهل ما يعرف يفتي. في التاريخ موجود أنه ذات مرة عمر بن الخطاب أمر برجم امرأة مجنونة زنت، والمجنون لا حد عليه، هذا معروف في الفقه الإسلامي، لأن المجنون ماكو عليه تثريب، هذه مجنونة ليس عليها تثريب، أمر برجمها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، خرج من بيته وجاء إلى عمر وأوقف ذلك. قال له على أي أساس أمرت برجمها؟ قال لأنها زنت. قال ألم تعلم أنها مجنونة والمجنون لا رجم ولا حد عليه؟ قال لا، لم أكن أعلم. فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه فلما تفتي وأنت لا تعلم؟ أنت اللي حمار ما تفهم، ليش تفتي؟ لا تفتي في أحكام الله عز وجل وأنت لا تفهم. فإذا عمركم ما كان يعرف مسائل حلال وحرام، فيطلع يزيد يعرف مسائل حلال وحرام؟ بالله عليكم، هؤلاء الاثنى عشر المبشر بهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله لهم وظيفة قيادية دينية، يعني يفتون للناس، يعلمونهم دينهم، مو مجرد سلطة وحكم حكومة فقط، لا، وإنما لهم وظيفة دينية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله شبههم في رواياتكم بماذا؟ بمن؟ بعدة نقباء بني إسرائيل. نقباء بنو إسرائيل من هم؟ أفراد اثنى عشر اختارهم النبي موسى صلوات الله عليه وجعل لهم وظائف قيادية دينية، والقرآن الحكيم نص على ذلك حينما قال تبارك وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم. شوف دقق في التعبير القرآني، وبعثنا منهم، يعني الله اختارهم لهذه المهمة، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. هاي آية قرآنية، فإذا تفهم من هذه الآية القرآنية أن الاثني عشر نقيبا من نقباء بني إسرائيل لهم وظائف دينية.
فلما يأتي رسول الله ويتحدث عن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر ويشبههم بهؤلاء، تعلم بأن هؤلاء لهم نفس هذه الوظيفة. خلفاؤكم ما كانت عندهم هذه الوظيفة. أنتم تقولون الخلفاء، خلفاء يعني حكام سلاطين فقط، خليفة يكون هذا فلان، لكن نأخذ ديننا من منو؟ من الفقيه فلان، من أبو حنيفة الروح نأخذ أحكامنا. لاحظتم؟ نحن قائلون بعدم الفصل، نحن نقول بأنه لا ينبغي أن يفصل بين الحاكم وبين الأعلم، وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأعلم بلا خلاف، فإذن الخلافة لهم، الحديث يكون متعينا عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. وللعلم ابن كثير حينما قال وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم، هو يعلم بأنه هو الجاهل وقليل العقل بل المكذب لنفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هؤلاء هم الخلفاء الشرعيين من أئمة أهل البيت. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في حديث صحيح آخر يرويه أحمد بن حنبل في المسند في الجزء الخامس الصفحة 181، وهذا الحديث الألباني صححه، قال هذا حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الخليفتين. رسول الله أكثر من مرة ذكر حديث الثقلين أو الثقلين بألفاظ متعددة، واحدة منها هذا اللفظ إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لم يتفرقا حتى يردا علي الحوض. زين، هنا لاحظ مسألة مهمة. عندنا حديث فيه عن رسول الله أنه اثنى عشر خليفة أكو. زين، نريد أن نعرف معنى هذا الحديث، من هم هؤلاء الاثنى عشر؟ نرجع إلى سائر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، نجد حديثاً آخر رسول الله يعبر فيه بأنه تركت فيكم الخليفتين كتاب الله وعترة أهل بيتي، أي أن النبي استخدم لفظ الخليفة في أهل بيته. فإذا نعرف بأن الخلفاء الذين بشر بهم رسول الله لا يكونون خارجين عن أهل البيت، لأن النبي وصف أهل بيته وعترته الطيبين بالخليفة كما أن القرآن خليفة. الأحاديث النبوية تفسر بعضها بعضا، شيء واضح. وللعلم هذه النتيجة توصل إليها حتى اليهود الذين تشرفوا بالإسلام، باعتراف المخالفين وعلمائهم أنه اليهود الذين أسلموا في زمان المخالفين يعني قبل مئات السنوات أسلموا لأنهم كانوا يجدون في التوراة نصاً عندهم فيه إشارة إلى هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر، وهو النص الموجود في سفر التكوين الإصحاح 17 الفقرة 20، فيه هذا النص وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني استجبت دعائك فيه، هذا النص يعني أن الله يجيب النبي في ذلك بالنسبة إلى إسماعيل ابن النبي إبراهيم. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأنميه وأجعله مثمرا إثنى عشر رئيسا سيلد وسأجعل منه أمة عظيمة. اليهود هم احتاروا أنه من هم هؤلاء الاثنى عشر رئيسا من ذرية إسماعيل، فمن بحث فيهم، من بحث منهم في الإسلام توصل إلى هذا الحديث وعلم بأن هؤلاء المقصود بهم هم الأئمة من ذرية أهل البيت صلوات الله عليهم، فآمن وأسلم وقامت ضجة كبيرة عند علماء المخالفين ومن بينهم الناصب اللعين ابن تيمية، سوى ضجة على هذا الموضوع.
ابن تيمية كما نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية يقول: قال شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية: وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن سمرة، وقرر أنهم يكونون مفرقين في الأمة ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا، وغلط كثير، شوف لاحظ عبارته، وغلط كثير ممن تشرف بالإسلام من اليهود فظنوا أنهم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم. يعني شوف اليهود، بعض اليهود لأنهم أنصفوا، كانوا منصفين، توصلوا إلى الحق، فما بالكم أنتم يا قوم، لما تلفون وتدورون وتراوغون؟ الحديث واضح، والأئمة عليهم الصلاة والسلام لا ينطبق على غيرهم هذا الحديث، هؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر. كيف إذا كانت بعض رواياتكم وأحاديثكم التي رواها كبار علماء مذاهبكم صرحت بأسماء هؤلاء الأئمة الاثنى عشر واحدا تلو واحد؟ مستعد للمفاجأة؟ أنقل لكم أحاديث من كتبهم فيها تصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الاثنى عشر خليفة هؤلاء، اثنى عشر أميرا قيما هؤلاء، هم فلان وفلان 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 بالترتيب لأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأنه البخاري ومسلم وغيره لما نقلوا الحديث ماذا جعلوا فيه؟ فقال كلمة لم أعرفها، لم أفهمها. فقيل له: من هم؟ قال: كلهم من قريش، كلهم من قريش. يعني حجبوا الأسماء، ما ذكروا كل الأسماء. أما في هذه الأحاديث الأسماء واضحة ومعينة بالاسم. لاحظوا، روى القندوزي الحنفي، هذا من كبار الأحناف، من كبار علماء المذهب الحنفي، روى القندوز الحنفي في ينابيع المودة في الجزء الثالث الصفحة 399 عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر، إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم القائم. صلوات الله وسلامه. اسمه اسمي وكنيته كنيتي محمد بن الحسن بن علي، ذاك الذي يفتح الله تبارك وتعالى على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. حديث واضح بعد، صريح بعد، أكو فرار أكثر من هذا؟ واحد من كبار علمائكم القندوزي الحنفي، من كبار علماء المذهب الحنفي، يروي هذا الحديث، بعد ليش اللف والدوران؟ وآتيكم بحديث آخر يرويه أحد كبار علماء المذهب الشافعي وهو الحمويني. ماذا يقول الحمويني في فرائد الصمتين في الجزء الثاني الصفحة 132؟ يروي هذه الرواية عن ابن عباس قال: قدم يهودي يقال له معثل، في الرواية في النسخة التي عندي معثل مو نعثل، فقال: يا محمد، أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني عنها أسلمت على يديك. إذا أجبتني عن هذه المسألة أنا أسلم على يديك. قال: سل يا أبا عمارة. فقال: يا محمد، صف لي ربك. فالنبي جاوبه إلى أن يقول: فأخبرني عن وصيك من هو، فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى يوشع بن نون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن وصيي علي بن أبي طالب، وبعده سبطاي الحسن والحسين، تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين. قال: يا محمد، فسمهم لي. قال: إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد،
فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي. اللهم صل على محمد. فهؤلاء اثنا عشر، ففورا قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أنهم الأوصياء بعدك، ولقد وجدت في كتب الأنبياء المتقدمة وفيما عهد إلينا موسى بن عمران عليه السلام أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له أحمد ومحمد هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فيكون أوصياؤه بعده اثني عشر. هذه روايات صريحة صحيحة تثبت الأئمة الاثني عشر، ولا مجال للمراوغة والفرار. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.